مناعة هي طبعا عنصر أساسي في محاربة العدوى على أنواع فيروسية أو البكتيريا أو غيرها من الفطريات. أول شيء ما نشوف الأشياء اللي بتثبت المناعة. أول شيء هو اللي بيعملوا دايت. اللي بيعملوا دايت لازم ينتبهوا، لأنه خصوصا اللي بيعملوا دايت شامل اللحوم وشامل شو اسمه الفات، بروحوا بس على الفيجن دايت، على فقط الخضروات. وكمان الأمينو أسيدز اللي هن الأحماض الأمينية اللي هي البنية الأساسية للبروتينات، كمان اللي بيكون عم بيعمل دايت لحوم كمان بيفقد كتير في أنواع من الأمينو أسيدز اللي هي إسينشال، ما بتكون أصلاً ما بتجي إلا عن طريق الأكل. طبعاً السترس هلأ إحنا عايشين وعم نتفاعل معه كتير، قلة النوم كمان نفس الشيء. إذا واحد ما بينام بوقته مثلا بالليل، لأنه بالليل بيتم إفراز مادة الميلاتونين، مادة الميلاتونين إلى دور كبير كمان بتنشيط المناعة. السكر بس ينزل، بس يتم استهلاك السكر بشكل كبير ممنوع. قلة تقريبا اللي بتثبت المناعة.